أخوتي السلام عليكم. عيشة الحاضي، كنت كارية في المدينة القديمة قبل ما تريب علينا الدار. عطونا استفادة في حي لالا مريم فوق، واستفدنا هنايا باش زمن تيسعونا وداك الشيء، واللي كان حنا دركا معذبين بالطريطة. وعندي ولد معاق ما كيتمشاش، ما صبش باش نخلص الطريطة، ولا اللي قابل لي الولد باش أنا نخدم. انتما كما كتشوفوا الحالة ديالي، دري هي الشهادة ديالو. أنا ما خليت لما نصيفت، صيفت الديوان الملكي، صيفت الأميرة لالا مريم، ما خليت لما نصيفت وزير العدل، صيفت الوزير المالية، أي واحد كصيفط ليه. ما كاينش مع مرني ما شي واحد عيط عليا، وأنا دركايا معذبة بالطريطة وحاكمين عليا بالإفراغ. ديما كتجيني البنكة في المحكمة ديال سيدي عثمان، تما فين كاين الدوسي ديالي، الدوسي ديالي ديال الدعوة اللي دعياني البنكة. أنا ما عنديش باش نخلص، أنا كنت صدت باش نخلص، راه كنت كنخلص مني كنت خدامة، مني ما صدتش مني شد ليا الوليدات صغار، وليت غير باركة، والناس اللي كيتعاونوا معايا كيعطوني مرة ماكلة مرة هادي، كل الناس كتجيب ليا كتعطف على هاد الوليدات. ودابا أنا حاليا غباركة من الخدمة مقابلة الوليدات، كنمشي كنخمل غير عند الناس، كاين مرة 100 درهم، مرة 2000 ريال، مرة 3000. الناس اللي كيتعاونوا معايا كيشوفوا الحالة ديال ولدي كيتعاونوا معايا. كنا في المدينة كانوا الناس كيخلصوا لي الكرا كيتعاونوا معايا، هنا شوية القضية ما كاينش. او با الدراري واش مطلقة انتيا؟ مطلقة مفروقة مع بجوج وليدات، واحد فيهم معاق. شحال كان عنده معاق؟ عنده 9 سنين. 9 سنين تحولي هنا كان عندي الدري. كان عندي الدري، كنتمنى من المحسنين يتعاونوا معايا على قبل هاد الوليدات، بام تخلي عليهم مني كانوا صغار، وانا دابا هزام غير راسي. غير الناس اللي كيتعاونوا معايا، انتم كما كتشوفوا الحاله ديالي، ما عندي لا ما ناكل لا ما نشرب. غير الناس لما عطفوش عليا ما كاينش اللي عطف عليا، انا بوحدي هنا. الوالد ديالي ميت، عندي الوالدة بوحدها حتى هي ما في حالهاش، ما يمكنش ليا انا نهز ولادي ونمشي عند امي. هاد الوليدات اللي خرجتهم من الزنقه غير تشردوا، حاكمين عليا بالافراغ من هاد الاستفاده اللي انا مستفداها. انا ما عنديش باش نخلص، كان عندي باش نخلص غنخلص بحالي بحال اي واحد، ولكن انا ما عنديش باش نخلص. هانتوما كيما كتشوفوا الحاله ديالي، والولد هو مريض معاق، خاص مني يبدل ليه، خاص مني حيدي لي كوش. اي واحده كتقول لها شدي ليا كتقول لك لا اختي ما نقدرش، ولدك كيغيب، الدري مريض كيغيب، كيغيب بوحدو مره عنده مرض الصرع. تبع عليه الطبيب ولا تبع عليه عند الطبيب؟ تبع عليه في بني رشد ديال الدراري الصغار. انا كنوصل الرساله ديالي لجلاله الملك محمد السادس، وكنتمنى يعفيني من هاد السكن، ان ما عنديش وعندي الدري مريض وما عنديش باش نخدم، والناس المحسنين اللي كيشوفوا فيا يتعاونوا معايا. شحال من عام كتسالي في البنكة دابا؟ دابا كتسالني 5 سنين. خمسة سنين. شحال كاين شحال الشهر تجي؟ تقريبا 16,000 ريال اللي كتجيني في الشهر، ما كاينش اللي قابلهم. انا مني كانوا عندي الوليدات صغار كنت كنخليهم عند المربية كنمشي نخدم. يعني كاع انت وليداتك؟ انا ولادي.